السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بغيت نصيب الحوت في الفران وبنوريكم واحد الشرموله كنصيبها به خاصه من اليوم ان شاء الله ما تستغناوش عليها، اللي هي الزيتون مقطع مع تقريبا واحد 3 فصوص ديال الثوم، معلقه ديال الهريسه معجونه، واحد العصره ديال الحامض تقريبا نص حامضه، وشويه الملح وزيت البلديه، وغنطحنوهم وعاد ديك الساعه ندوزو لباقي المقادير. نبداو بسم الله على بركه الله. اول حاجه غنبداو بها هي هادشي اللي درت قدامكم، الزيتون مقطع تقريبا واحد معلقه كبيره عامره هذا الشكل، الحامض كما قلت لكم واحد نص حامضه، غير كتعصروه هكا زيت البلدية تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال زيت البلدية، وهذا راه تيكون حسن مرافق، صوص مرافق كتحطوه هكا او كتصيبوه في داك لي طوس كتدخلو الفران حتى هو كيجي رائع، وشويه الملح بما ان الزيتون مالح والحامض عندنا. صافي وغادي ندوزو طحنو، تقدروا ديروا حتى الحامض مصير طحنو. بعد ما طحنا الخليط كيف ما كتشوفوا يجي بهذه الطريقه، ها هو الطحن، ها هو داك الخليط طحنا كيف ما كتشوفوا كيجي بهذا الشكل. صدقونا الخلطه كتجي رائعه ملي كتشربوا بالحوت ديالكم، وكيف ما قلت لكم حتى كتجي حتى صوص مرافق، تكثروا في زيت البلديه مزيان وكتحطوها في الصوص، والهريسه على حسب الذوق، اللي كيبغي الحار يكثر واللي ما كيبغيش فهو كيدير على حسب القياس اللي كياخذ. المهم بعد ما طحنا هذه الخلطه غادي ندوزوا لباقي المقادير. بعد ما كيف ما قلت لكم دفن داك الخليط، زدنا عليه واحد معلقه ديال الكمون، غنزيدو معلقه ديال التحميره، معلقه مع مرج ديال الابزار لاننا غنضيف فوق الهريسه اليابسه، وكيف ما كنقول لكم فالحار تيبقى على حسب الخليط ديال على حسب الذوق ديال كل واحد. واحد المعلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال الخرقوم البلدي او عرق، واحد راس معلقه ديال الهريسه وكتبقى اختياريه، معلقه ديال اللقامه ديال عطرية الحوت راه متوفرة عند اللي كيبيعو لقامة، هاهي غادي ندير شوية زيت البلدية، شوفو كنضيفو الربيع مقطع هو قزبر معدنوس، هما وكنزيدو حامض، نص حامضة تقريبا، لأن عندنا نص حامضة في الأول. صافي الملح غنديرو غير شوية غنضيفو، لأن كيفما قلت لكم درنا الهريسة مع الحامض مع داكشي ديال الزيتون مقطع، درنا معاه تا هو شويه الملح، غنضيفو غير شويه صافي، وغنخلطو هاد الخليط. ولا بغيتي تضيفو
هذا الشعريه الصينيه او الروز او شي حاجه، فكيبقى لكم اختيار. انا غندير غير الشرموله عاديه، غندير مع شويه الخضار، وانتم معنا. دابا غندوز معكم الطريقه ديال باش نشرملو الحوت. اول حاجه غنضيف بعد الخضره، يعني البطاطا نقطعها كيف ما كتشوفوا ترونشيات، غنفرشها من التحت بهذه الطريقه. هي وخيزو، خيزو سلقته نص سلقه، غير طلعت فيه الغليه صافي وحيدته. هاد الكميه حنا راه غير تقريبا 3 اشخاص ماشي كثير. غادي نضيف واحد المعلقه من داك الشرموله، غادي ندير ليها هكا بشويه، لان باقي غادي نحط الحوت فوق منه ما غادي يطلق القائمه. بهذه الطريقه عندي هنا مطيشه كيف ما كتشوفوا حكيتها، غنضيف لها حتى هي ديك المعلقه ديال هذيك اليقامه. غادي نخلطها بهذه الطريقه، وغادي نضيف النص لتحت والنص غنضيفه على الحوت صافي بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا صافي. وانا غادي ندير الحوت، ها هو الناس داك الشرموله اللي طحنت معكم، غادي نديرها هكا من الداخل. هانتوما هنايا راه قطعتو وحليتو بالمصف في البلاصه في الوسط ديالو صافي. وغنشرمل بتبع الطريقه نفس الشيء الحوته الثانيه حتى هي هكا. غنزيد عليهم هذاك مطيشة اللي حكيت كيف ما قلت لكم. دابا غنمشي نزيد عليهم واحد الفلفله حلوه وفلفله حاره، هانتوما معايا نوريكم الشكل النهائي. فلفله حلوه غنقطع طرونشيات وغنحط عليهم واحد الفلفله حاره، وانا غنوريكم الفلفله قبل ما ندخلو الفرن غنوريكم كيف درت هذا الشيء، وانتوما معانا. المهم كيف ما كتشوفوا بعد ما زدت داك طرونشيات ديال الفلفله ودرت واحد المزيوده ديال الفلفله حاره، غنزيد واحد شويه ديال الزيت البلديه من الفوق هانتوما بهذا الشكل. وراه درت تقريبا واحد نص كاس ديال الماء. الزيت البلديه ماشي كتبقى ضروريه، كيبقى لكم اختيار، كتقدروا تخلطوا ما بين زيت المائده مع زيت البلديه، او تقدروا ديروهم دير غير زيت اما زيت البلديه او زيت المائده، فداك الشيء اختيار ديالكم. المهم دابا غنغطي بواحد بابي ديال الزبده، وغادي ندخلو الفران على درجه حراره 180 درجه، غادي تيطيب من التحت عاد تعلي من الفوق يتحمر، وغتشوفوا الشكل النهائي ديالو ان شاء الله بحول الله. كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال البلا ديالنا ديال الحوت. ما نقولش لكم كيجي غزير كيجي رائع، نتمنىكم تجربوه ان شاء الله بهاد الخلطه اللي وريتكم، كيجي غزير وما عمركم ما تستغناو عليها. بالصحه والراحه الى فيديو اخر ان شاء الله.